Խովինիթ հարցուրս է, ինչ է քու իրական արժեքդ։ بروم للشخص اللي حدك واساله شو قيمتك الحقيقيه ինչ է քու իրական արժեքդ շու իմտակ الحقيقيه հիմա տեվ գադակ կնեք բայց ամեն գադակին մեջ գես իրական է يمكن عم نقولها بالمزح بس ورا كل مزحه في نص حقيقه դերես մեգսե որովհետև ես քու գինը դեմ կամ ամուսինը դեմ انيغا հիմնական արժեքը դե يمكن حدا بيقول للشخص اللي معه انه لانه انا مرتك او انا زوجك هيدا سبب قيمتك تريبس ميغا ير արդակին արավելություններուն նայելով գսե ես շատ դրամ ունիմ անոր ամարադե իմ արժեքս او يمكن حدا بيطلع على حاله على مظهره الخارجي وبيقول انه لانه انا معي مصاري كثير هيدي قيمتي غام բավական բարձր ուսում արած եմ անիգայե իմ أرجكس أو لأنه أنا عندي شهادات عالية كتير عشان هيك هيد أو هيد قيمته. برجع بس قرنا بوه ميجا أرداكينين نايلو وروشيلي أرجكة. فممكن إنه أي شخص ينظر للأمور الخارجية ومن خلالها يحدد قيمته. تيف سخالتشن هوانا بار أيد إير ساتسنرة. ويمكن ما يكونوا الأشياء اللي عم بيقولها غلط. Անոնք ներգայացնեն դոգոսներ արժեքի ու ممكن يكون الا نسبه من القيم բայց դա գտնավ չի գնար լալիրպուն արժեքը ولكن ما بيقدر هالشيء يكون هو قيمته الحقيقيه ջանկ գհագարագի ադոր الحياه بتفرجينا عكس هالشيء ջանկի սկսպունքները գհագարագին անոր مبادئ الحياه بتفرجينا عكس هالشيء մարդուն ստեղծվիլը գհագարագի ադոր ու خليقه الانسان بتفرجينا عكس هالشيء անոր ամար շատ կարևոր է մենք ճանչնանք թե ինչ է մեր իրական արժեքը لهالسبب ضروري انه نحن نعرف شو هي قيمتنا الحقيقيه իրական արժեքը ճանչնալը փոփոխություն կբերե մեր ներսիտին معرفتنا لقيمتنا الحقيقيه رح تصنع تغيير بداخلنا այդ փոփոխությունը պատճառ կլա մեր վարմունքին وهالتغيير بيكون بيظهر بسلوكنا եւ մեր վարմունքը իրական ու ճիշտ արժեքով արդահայտվել է իդ ومن بعد ما نعبر عن تصرفاتنا وسلوكنا بطريقه صحيحه մենք աստծո կամքն է որ արդահայտած կլանք մենքուն نحن بالحقيقه عم نعبر عن مشيئه الله որովհետև ինք մեզ այդպես ստեղծած է لانه هو خلقنا بهالطريقه من البدايه ամեն բան որ գքնես كل شيء انت بتشتريه իրեն հետ մենյուալ մը գուտանքեզի بيعطوك معه كتيب تعليمات եւ այդ մենյուալը وهل كتيب أفلي كان بولور وريش دساك مانيول نرى مانيول نرو باختلافه عن كل الكتب التعليمات لافاكوين ميتشوت سنة كورزازيلو همار ايت كناتز أبرانكت بيكون الكتيب التعليمات المناسب حتى انت تستخدم هل غرض اللي اشتريته بافضل طريقه ممكن انا رامار استدزو خوسك ինչ որ գսեք եզի համար լավակույնն է կորձածելու որպես հաճող անձ ու لهالسبب كتاب المقدس وكلمه الله هي افضل كلام وكتاب اللي نحن ممكن نقراه نستخدم حالنا او حتى نعيش بافضل طريقه ممكن سيرسواز شونچերը բացեք մատթեոս ավետարան 14-րդ գլուխ افتحوا كتبكم المقدسه الى متى الاصحاح 14 بيدي գարտամ 28-րդ համարեն لحبلش اقرا من الايه 28 بيدروس ساف դեր եթե թունես հրամայե որ ճուրերուն վրա են կալելով կովդ կամ فاجابه بطرس وقال يا سيد ان كنت انت هو فمرني ان اتي اليك على الماء Հիսուս ասավ Եգուր Պետրոս նավակեն իջավ եւ ճուրերուն վրա են կալելու կալելովը սկսավ երթալ Հիսուսի فقال تعال فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع. بايتس دسنلوف هوفين ساسكوتيونا وخصاف يفسكساف انغرميل دير أزاديزيس بوراتس. ولكن لما رأى الريح شديدة خاف وإذ ابتدأ يغرق صرخ قائلا يا رب نجني. يسوس أميتشا بس تركي يرغاليلو فرنيت زاين يفساف تيرا هواد ինչու գասկացեցար ففي الحال مد يسوع يده وامسك به وقال له يا قليل الايمان لماذا شككت բամուչունը բոլորս լավ գիտենք كلنا بنعرف القصه كثير منيح
Հիսուս պատվիրեց 5000-ի հրաշքին հետ աշակերտները լիջին մի սկոմ անցնին։ Մին բադ մուջիզա տաամ 5000 ռաջուլ Յեսուع վասսա լմիզու իննու յրուհու բիսսաֆինա իլա լդֆա լմուաբլա։ Իսկ ինքը լեր բարձրացավ աղոթելու։ Ամա հու իրտաֆա ալա ջաբալ թաթա յիդի վաթ բիսսալա։ Եվ արավոտյան ու վաթ սուբհ դերը նկատեց դեսավ որ անոնք դժվարության մեջ են եւ դագավին չեն հասած մյուս կողմ ցամաքը الرب يسوع لاحظ انه تلاميذه عم بيواجهوا صعوبه وبعد ما وصلوا على البر شورերուն վրա են քալելով մոտեցավ աշակերտներուն فمشى على الماء واقترب منهم եւ հոն է որ ինքզին ներգայացնել է այդ պետրոսը սավ ինձի ասե որ կովդ կամ وهونيك من بعد ما يسوع اعلن عن نفسه بطرس قال له انه امرني حتى اجي لعندك يف ديرساف يغور فالرب قال له تعا كوفيني ديساف يغور قل للشخص اللي حدك قال له تعا هراشك تشراف ما عمل معجزه هادوك اغوتك متشراف ما صلى صلاه خاصه وريش وره في ميك هادوك بام منال تشراف ولا عمل اي شيء عمل مميز بيدروسي دارورينك أراشارجين. مقابل الاقتراح الغريب اللي قدمه بطرس. يجور باروف ما أردا هيدا بيتصف. هو عبر بمجرد كلمة تعال. يف بيدروس اسكساف شوريرون وراين كالل. وبطرس بلش يمشي على المياه. بس كيتشيتك. ولكن بعد شوي. أنا جا هوفين ساسكوتيونو دسنلوف وقتصف. شاف شداد شدادة الريح وخاف يبس كساب انغغميل وبلش يغرق يرب غنغغمير غانشيتس ديروج وهو عم بيغرق صرخ للرب يب دير ان ميتشابس كس حساب سيرك يرغنصوص يب زينك نورن وير بارساتوس والرب بسرعه اجا مد ايده ورفعه لفوق ورمن هوس بيدروس انصاف يرغو հանքրվանները فاذا بنشوف انه هون بطرس مرق بمرحلتين ديروتشيت հաղորդակցության մեջ կդավ իր անցը ինքնությունը بتواصله مع الرب وعلاقته مع الرب وقدر انه يوجد كيانه وهويته الروحيه գրծավ քերփնական հովանավորությամբ քալել ճյուրերուն վրայեն وقدر برعايه الهيه خارقه انه يمشي على المياه բացիբ նորենս սկսավ նայիլ չորս կողմի հովին եւ փոթորիկին ولكن وقت اللي بلش يرجع ينظر الى الرياح والعاصفه اللي موجوده حوله եւ սկսավ ազդվել անոնց ջնշումեն وبلش يتاثر من ضغوطاتهم անոնք սկսան խոսիլ իրեն صاروا هن عم بيتكلموا له սկսավ انغرميل بلش يغرق երբ դիրոջ կանչեց դեր իրեն սավ تراهات وقت اللي صرخ للرب الرب قال له يا قليل الايمان اي سينك هافات كجسي ايشادر يعني ايمانه نزل مستواه للنص ورمن ديروج يغور سيلن يتكينك هافاتكوف كاليلو سكساف فمن بعد ما الرب قال له تعال هو بلش يمشي بايمان باتير تشورس كومي جنشوم نيرون بايمان نيرون نايلوف سكساف شارجيل جسي ايشاف ولكن وقت اللي حول نظره بلش يطلع الى الظروف اللي عم بتحيط فيه ايمانه نزل للنص اسيغات شنامين كورزنه هيدا عمل العدو تشوزر ور هافاداس يسوسين ما بده اياك انك تامن بيسوع تشوزر ور نيركنابس انور خوسكين ميچوتساف جانشناس كريستوس ما بده اياك انه انت من الداخل من خلال كلمته تتعرف على المسيح كريستوسي باركا تتعرف على مجد المسيح ور اندسانيلي استتزو باتكيرنه اللي هو صوره الله الغير منظور امين كنو بيدي بورتسي هاغاراغيل كو ايس هافاتكي كايليت هو بده يجرب كل شيء بيقدر يعمله حتى يقاوم مبادئ ايمانك يف كو باشتونه ده نايل ديروتش يف غابواتس منال ديروتش اما دورك انت انك تنظر الى الرب وتضل متصل بالرب ورمن ديروتش خوسك يغور فاذا كلمه الرب تعال سكت سور بيدروس كاله تشوريرون وراين هي اللي خلت بطرس يقدر يمشي على المياه بيدروس غرصاف كاليل ديروج خوسكن هوفاناور فيلوف بطرس قدر انه يمشي على المياه تحت رعايه كلمه الله تيه وربس سغنورس انك كيدر ور ووتش ميك ادن
գրծած է ճյուրերուն վրայեն քալելով ցկնորսություն ունել مع انه هو كصياد كان بيعرف كثير منيح انه هو ولا مره قدر انه يتصيد وهو ماشي على المي فاتين հախտեց այդ դրամապանական բացատրության երբ դեր իրեն սավ եկու ولكن هو غلب المنطق البشري وقت اللي الرب قال له انه تعال մարդկայինը եւ գիտությունը չէ գրծած փնավ հասկանալ թե ինչպես դեր Հիսուս կեցած էր ճյուրերուն վրա العلم والمنطق البشري ما بيقدر يفسر كيف يسوع كان ماشي على الماء եւ գամ իր խոսքով ինչպես Պետրոսը գեցուց ճյուրերուն վրա او كيف من خلال كلمته اللي امر فيها قدر انه يمشي بطرس على الماء պետք է հասկանանք սիրելիներ որ դիրոջ խոսքին հրամաններուն եւ պատվերներուն հետ մեր գաբը դրամապանություն չէ لازم نفهم انه علاقتنا او صلتنا بكلمه الرب وباوامره وصاياه منا المنطق البشري هبا انونس հետ հարաբերություն հավատքով بل علاقتنا معهم هي من خلال الايمان թեև մեր դրամապանությունը կարևոր է مع انه منطقنا ضروري فتشرب استاذو خوسكين كمودنانك هافاتكو ولكن وقت اللي بنقترب من كلمه الله بالايمان منك بدك هافاتكو شارجينج نحن لازم نندفع بالايمان انور انجي مزيغو خوسكيره بدك انتونينج هافاتكو يف هارابيروتيون مشاكفي ولازم انه نقبل الكلام اللي هو عم بيوجهه لنا بالايمان ونكون عم نتحرك بحسبه يا باستوزو خوسكو غوروشيسكو ارجيكت وقت اللي انت بتحدد قيمتك من خلال كلمه الرب انغاخ كوغيانكيت نيرس باداهاتسنيرون بغض النظر عن الاحداث اللي عم بتصير بحياتك تون بيدي هاتشوغيس زبال تشوريرون ورا انت رح تنجح بانك تفوش على المياه يف ووتش ميك بايمان بان بيدي غارينا ازتل كوفرات وما في اي ظرف ولا اي شيء اخر رح يقدر ياثر فيك انغاريليه مستحيل وروبيده واستدزو خوسك كيزي اسواز ارتن لانه كلمه الله وامر الله اطلق لك يف يتا كورزناغاني ميج انيغا ابريس واذا انت عشته عمليا أستاذو كزي أمر سفاتس خوسك بدي وروشة أمن إنش هالكلمة أو هالأمر هو اللي لح يحدد كل شيء بحياتك تويل بدي تشدا ورتشنامين ورفت سيفوف كزي كدين زارنة أموتوف هاني وما لح يسمح لأنه العدو يخجلك بأي طريقة يجيك وريناك مارنين نوي أوريرون خلينا ناخد مثل من أيام نوح من كدينك ور زورافور أنسرفس كساب نحنا بنعرف إنه بلشت الأمطار الغزيرة يبعد شرغغين مارتيكس كسان ميرنيل وبلشوا الناس يموتوا من وراء الفيضان بايت نوي نويان دابانين ميتشنر ورون تور دير إرتسيركوف كوتسيتس ولكن نوح كان بقلب فلكه وباب هالفلك كان الله هو اللي بإيده سكره. يف هون أبا هوف مناتينك. وهيك كان هو آمن جوا. ثيف بولور جميرنين شوريرون باتجاروف. ومع إنه الجميع كانوا عم بيموتوا بسبب المياه. ساقين نوي ديروش خوسكين باتجاروف شوريرون ورا جذبار. كان نوح بسبب أمر الرب وكلمة الرب عم بيطوف فوق المياه. شوريرة اسبانيتين بولورين المياه قتلت الجميع بس بوروه ده واستدزو خوسك نوين هيدنر ولكن لأنه كلمة الله كانت مع نوح شورير وريشفان شكر تسالنل باتسي زينك بارساتسنل المياه ما قدرت انه تعمل شي فيه غير انه ترفعه لفوق استدزو خوسك كو جيانكيت ميج وكلمة الله بحياتك كيزغ باجني ايم بانيرن ورون كايس اشخار كو وراتك بيريغام تشنامين بتفصلك عن الامور اللي العدو والعالم بجيبون نوين اي سورفان اشخارين كورزيرون اروخشوتيان بايمانيره نفس الشيء بايامنا هلا ظروف الحياه ظروف وصعوبات المتعلقه بالعمل بالصحه مارتيك خختفين تجواروتيان انكورزوتيان هيفانتوتيان ميج الناس ممكن يغرقوا بالبطاله بالياس بالمرض وروديف نيرغا اوريروسال ارتن انشبس انسيالين ايفر ايت تجواروتيان انيتسكي تشر هيغنيرا كبورتسين غورسنسنل مارتيغا لانه بايامنا مثل ما بالماضي بعده طوفان الصعوبات واللعنه عم بجرب انه يقتل الناس باتير كو جانكت غوروشيس استدزو خوسكو ولكن وقت انت بتحدد حياتك بكلمه الرب غوروشيس كو ارجيكت
أستدزو خوسكو ووقت اللي بتحدد قيمتك بكلمة الرب غاندسس بولور مويس بانيرا وبتحمل أو بتتغاضى عن كل الأمور التانية غمارزيس أنصت يفق غرتسكو أنصت وبتمرن نفسك وبتهذب نفسك تخوسك إنزي أمار أيسبس الصاف يس مي أين وبتقول إنه الكلمة بتقول لي هيك فإذا أنا ما لح أقبل غير هيك خوسكين برنفلو تمار مش شوررن فير أباهو بدي مناس ولأجل تمسكك بكلمة الرب أنت دائما لح تكون فوق المياه بأمان وريش لزوم شوني أشخارين تم بادرازموغ تشنامين هوكين عدو العالم أو الروح اللي عم بعاكس كلمة الرب ما عنده أي حل باتسي كيز غير باهلن غير انه يكون عم بيرفعك لفوق وروبيدف انك كو اونيتسات ارجيكي تيم جنالو اوج تشوني لانه هو ما عنده مقدره بانه يوقف قدام هالقيمة اللي انت بتملكها تيف ام مارت بيدي ميرنين ايت تشوريرن ومع انه الجميع ممكن يموتوا من هالمياه بس تشوريره يرب كيزي كان ميان فيرغ بارساتسنم تشين نار ميرتسنل بس هالمياه وقت اللي رح توصل لك انت رح ترفعك لفوق مش رح تقدر انه تقتلك انشفز جنايس كو ارجيكي كيف انت بتنظر لقيمتك انشفز غوروشيس كو ارجيكت كيف بتحدد قيمتك بارستوتشونوف من خلال الغنى ونيتسات سترامووت من خلال ممتلكاتك ونيتسات بايماننيروفت من خلال الظروف اتشورسكومن مارتوتس كيزي اساتسنيروف او من خلال اقوال الناس اللي حولك مارتكاين تشابانيشنيروف هل بالمعايير البشريه ووتشتا استدزو غومي كيزي اسفاتزا انتونيلوف ام من خلال قبولك لكلام الله أمنا غاريفور بانا أين هي كوجيانكي تامار؟ الأهم بحياتك هو. وراستدزو خوسك زدغاز اللاس ديبوزيت راتز اللاس كوميتشت. إنك تكون أنت عامل ديبوزيت يعني عامل إيداع لكلمة الله بحياتك. إن شو أمر أيت بس قباداهي؟ ليش بيحصل هالشي؟ ورتون شوررن فيريلس بس بولور مناتساتز ميرنين ليش انت بدك ترتفع فوق المياه والاخرين بدهم يموتوا انشويت بس يغاز ورورشنرون باداهات كيزي تشباداهي ليش الامور هي بهالحاله انه الاشياء اللي بتحصل مع الاخرين ما رح تحصل معك وربسي اشخار دسنه يفكتنا لحتى العالم يشوف ويفهم تتون استدزوغ باتكانيس انك انت تنتمي لله استدزوغ خوسك كيز باداتزي وانه كلمة الله بتحيط فيك تون اللاس فقا وتكون انت شاهد يهو كيتنا تتون شوريرون ورا كالوغس والعالم يعرف انك انت بتم من اللي بيمشوا على وجه المياه كيربن اغانين هوانا ورواتزيس وانك انت تحت رعاية الهية خيرقة يهو ايت بيسي جيانكوف ما تون مارتيغا اشخارن ديروج بيريلو ميچوتس لاس ومن خلال هالحياة تكون انت عم وسيله تجذب الناس من العالم الى الرب يرب خوسكوف بادواتز ليتسواتز مارزواتز وقت اللي بتكون انت مليان ومحاط ومدرب بكلمه الرب تون هاتشوغاك مارت بيدي لاس رح تكون انسان ناجح بق موتشونا بيدي هيشيكو بق موتشونات والتاريخ رح يذكر قصتك يه بدي هستك اس اي سينش مارت هاتشوغاك مارتر ولح يحكوا ينحكى عنك بكل وضوح انك انت كنت انسان ناجح هاتشوغاك اللالا قابواتس بدي تشلا يلشاهات سترامين ونجاحك ما لح يكون متعلق بالمبلغ او المبالغ اللي انت لح تربحها تكسبها اير اوجين يه بماستوتيان ولا بالقوة والحكم البشرية قابواتس بدي اللا اير جيانكين نيرس يرفتات لتسون كيربن اغان بانيرون بل لح يكون مرتبط بالامور الخير اللي رح تحصل بحياتك من كيدنك انش كساس فذا شونش هوسيبي حمار نحن بنعرف شو بيقول الكتاب المقدس عن يوسف مين تشجوارو تنت تشجوارو تشون غيرتار بينما كان هو عم بيقطع من صعوبه الى صعوبه ثانيه ليروج خوسكيرون برنواتس بقي متمسك بكلمه الرب اسفذا شونش غسه هاتشوغاك مارتر انش فور انرغا هاتشوغر والكتاب المقدس بيقول عنه انه هو كان انسان ناجح كل شيء بيعمله كان ينجح فيه اسفذا شونش غسه داويتي حمار إنش ور أنير دير هاتشوغوتيون قداريرن وبيحكي الكتاب المقدس عن داود وبيقول إنه كل شيء كان داود يعمله كان الرب يعطيه نجاح فيه دير يسوسي همار هاير يرجين كان خوسيتساف يوان إير هاتشوغوتيون هايتنتس والله الآب تكلم من السماء لأجل الرب يسوع وأعلن عن سروره بابنه قاردان مياسين هوانو داسن تشورس دا كاراسون إنن خلينا نقرأ مع بعض من يوحنا 14 الآية 49 دير يسوس إنشبس Gabriel.
كيف كان الرب يسوع عايش؟ أستاذ خوسك إنشبس جنتونير. وكيف كان إبلان أو كيف كان يستقبل كلمة الله؟ أستاذ خوسك هور خوسكيرا إرمج باجين مجا كرافين. هل كلمة الله كان إلا بس جزء من حياته؟ إنجش بس قروشير إيرانس خوسكين هاد بختادو تيام. وهو كيف كان يحدد حياته بالمقارنة مع كلمة الرب؟ إسبس كسة وروفي ديف يسينز ما تشخوسيتسا. այլ զիս ղրգող հայրը ինձի պատվիրեց ինչ որ պիտի ասեմ եւ խոսիմ لاني انا لم اتكلم من نفسي بل انا تكلمت بكل شيء وصاني اياه الاب وانا هيدا اللي بعمله وبحكي ورمن ساق النشانագե թե ան իր ուզածը չեր խոսեր وهيدا بيعني انه هو ما كان يتكلم اللي هو بيريد انه يقوله ամբողջ էյության մեջ ինչ գուզերը այս դերին մեջ ماس شيربرر وبكل كيانه رغبته الشخصيه ما كان الا محل اباغ خسر مين اين انش فور هاير ايرن غايتنر بل هو كان يتكلم بس اللي بيعلن له اياه الاب ير اروريين انتاتسكين هورمن غستانار هو كان دائما يستقبل من الاب بحياته اليوميه ام من خوسك فور بيدي خسر كل كلمه بده يقولها Եվ ինչ որ պատվեր կար որ պետք է գադարեր։ Ու քել վասիե կան լազեմ ինո իտիա։ Հորմեն լսածները արնելով կորձի գվերածեր։ Կան յիսմա մին ալաբ ու իտբ։ Բոսարակյալ իր արակելության համար հետեւյալը ասավ։ Բոլոս ռասուլը բիհկա ան խդմտո ու բիգուլ ալտալի։ Այբ կորինթացիս 2:4։ Բի կորինթոս ալուլա 2:4։ Եվ իմաստության ջարդար խոսքերով չէր որ խոսեցա կամ կարոզեցի։ وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع. أيل سوربوكين زوروتيام يف نيركور زوتيام. بل ببرهان الروح والقوة. أي سينكن مارتكاين خوسكيرو واربدوتيام تشير. يعني هو ما اعتمد على شطارة الكلام البشري. هبا سوربوكين هاموزوغ زوروتيام. بل بقوة الروح القدس المقنعة. تون مينش خوسيس ورجيك خوسيس وانت وقت اللي بتتكلم من وين بتتكلم هورمين غارنس بوشتا اسكاتسوم نيرت غاردا هيدفيس هل بتاخذ من الاب او بتعبر عن مشاعرك مارزيس كو انصد امينور اغوتكوف يف غارتال نيروف ور ديروتش خوسك كيزي شادافيليز كايون الله هل بتدرب نفسك كل يوم من خلال الصلاه والقراءه حتى تكون حساس لكلمه الله واش انت بس لا غابريس انت سكاتسوم ننا صادقا غاردا هيدفيس او عايش هالحياه كيف مثل ما تجي وشو ما حسيت بتعبر عنه اورما فيرا نس فيرا 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 اورما فارا 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 ومرات بتكون فوق 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 بالاعالي ومرات بتكون تحت بالاسفل تون اورجي غارنس خوسك انت من وين بتستمد كلامك سو وربسي بايماننرن استواتس تشابريس لحتى ما تكون عم بتعيش تحت تاثير الظروف بدك مارزس تونكو انست لازم انك تمرن نفسك بكتشل سيسيف غارتاس ميان ديروتش خوسك ما لازم انك تسمع وتقرا كلمه الرب بدك ديروتش خوسك زيدغفي ديبوزيت لاكوميتش فاذا ما لازم انك تسمع وتقرا كلمه الرب وبس لازم تسمح لها انها تلاقي مكان بداخلك ارتيوك انونس ميس ورونك كسن يس اي سبيسم هل انت من هالنوع الاشخاص اللي بيقولوا انه انا هيك يس خوسوغم انا بحكي انشورز كام غاردا هيدفيم كل شيء بحس فيه بعبر عنه اسل جوزس استاذو خوسك ايت بس كغارتاس هل قصدك انه كمان هيك بتتصرف مع كلام الرب تشي سبورتسر غرتفيلانغي ما بتجرب انك تتهذب من كلامه تشي سبورتسر مارزفيل تويل تشستار ور كيز مارزي امين ان كام ور كغارتاس وما بتسمح له انه يكون عم بمرنك كل مره عم تقرا اسل جوزس تون اردونات تشس ور انك خوسك غارتاتساز ادنت كيزي հանցանքներդ հայտնե هل قصدك تقول لي انه وقت اللي بتقرا كلام وما بتسمح له انه يفرجيك اخطائك كاروزم مدي գրածադենդ արդոնատ չես որ կարոզիչին խոսքերը քու ցանկիտ մեջ փոփոխություն արցանակրեպերե وقت اللي بتستمع الى وعظة معينة ما بتسمح لها كلام هالواعظ انه يصنع تغيير بداخلك ինչ նպատակով գգարտաս աստծո խոսքը بأي هدف بتقرا كلمة الرب գգարտաս որբեսի նայիս որ գրվածը ճիշտ է هل بتقرا بس لمجرد انك تشوف اذا المكتوب صح؟ واش تيجي غارتاس فور بس انك كيزي بامسور فيتسني ام تقرا حقيقه تكون عم تتعلم شيء منه
Բիդի չոք տվիս օրմը, եթե գարտաս, որբեսի pastes որ ինքը ճիշտ է. Իզա բաս ամ տըրա լհաթ տբրհն իննու հալ կալեմ սահ մա հա տստֆիդ. Հավանաբար օրմը դարձիկ աս, բայց հագարագը չպաստես. Յեմքեն շի մարա տրջա ինտա լռաբ ավ մումքեն տտուբ վալակեն մշ հաիկատան հա տդեր տսբթ իննու խտա. Բայց քեզի օկտագարը այն է, որ ցուն գարտաս եւ թույլ դաս, որ ինքը քեզի խոսի. ولكن المفيد هو انك انت تقراه وتسمح له انه يتكلم لقلبك بدي دسنس ورجانكت كبوخوي ولح تشوف انه حياتك رح تبلش تتغير نور ايراغان ارجكنر گزدغوين كوميچت ولح يوضع قيم جديده بداخلك تون اي لافس كسكسي سيلس چه ماردونر ور شرتنرس هايانك تورسلن ولح تبلش تقول لحالك انا ما بسمح لحالي اني سب شار خوسكير تورسكان او اني اتكلم بامور شريره يس استدزو غباتكاني مايلفس سخال بانر بيدي تشنم ورون غني انا صرت ملك للرب ما بقى فيي اسمح لحالي اعمل الاخطاء او الاغلاط اللي كنت اعملها قبل تون غان تشوازس يبس اتيس 5 ميجن 4سي هاماتساين ايرن نمانيلو انت بحسب افسوس 5 1 ل 4 مدعو لانك تكون عم تشبهه استدزو نمانيتسك وربس اير سيريلي ورتينر فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء. يف سيروف شارجتك أين بس إنش بس كريستوس مسيرت يف مز برجلو همار إنجزين كأستدزو أنزايت وربس أنو شاهد أنزا يف زو. واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. بورنغوتيان ويف بغزوتيان قام أكاهوتيان خسك إسك توغ تشلا تسيرميج وروفيديف أيت بس قفايلة أستدزو جوغورتين. وأما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يسمى بينكم كما يليق بقديسين. Վայել չէ որ լգդի եւ ամբարիշտ խոսակցություններով կամ խեղ գադագությամբ սպաղվի, այլ ձեր խոսակցությունը միշտ քո հապանություն պետք է լա։ ولا القباحة ولا كلام السفاهة ولا الهزل التي لا تليق بل بالحري الشكر Երբ վերստին ծնունդ ստացար وتلي انت نلت الولادة الجديدة نور عرارة زغر صرت خليقة جديدة كوم ميتشت գպնագի Սուրբ Օքին وصار الروح القدس ساكن فيك որ քերազանց է ամեն բանը եւ հոգի اللي هو بيتفوق كل شيء ثاني تون البեկչունիս եւ բեկչե արդոնես որ ովեւե մեկ բան իր մեզատ քու միջոցավդ խոսի ولهالسبب انت بطلت بحاجه ولا مفروض تسمح لاي روح ثاني او لاي كلام ثاني غيره يكون عم بيعبر من خلالك استدزو غاداريال غامك արդահայտելու համար միայն պետք ունի Սուրբ Օքին انت لتقدر انك تعبر عن مشيئه الله الكامله التامه انت بحاجه لشيء واحد وهو الروح القدس شادان كام يرب لزونيرو غاوتم مرات كثير وقت اللي بصلي بالالسنه شادان كام ير ديروتش ميك دواتس ماركاريتشونا غام هايتنوتشونا غوزم هرتشاغيل او وقت اللي بكون عم بعلن وحده من الاعلانات او النبوات اللي الرب يعطيني اياها شارونك غغرغنم بصير ردد بس نوينا دينغترونات سكلام ان ميتشابس دسنل ديروج خصتو مقادارواتس ولكن بكون تركيزي على اني شوف كلمة الله عم تتحقق فورا قم دادزم ورايس خسكرة ديرنة ورق خصي انش كان جامانك بدي ارنر قادار فيلو هما وبصير فكر وقول لحالي انه هيد الكلمات اللي انا عم بقولها هن كلام الرب فلو الرب قالن قديكن لح يتطلب وقت تا يتحققوا يس ام انسيس ميج قزيدغم ديبوزيت قنم ديروج هانت ديروج خوسكين هوادالو جدرة. فأنا بصير عم بودع بداخلي الإيمان بكلمات الرب. يس إيم مارتكاين دعارو تيونيروس تيمات استدزو بيرانن يلات خوسكير قتنم. وبصير أنا عم بعلن الكلام اللي خارج من فم الله بوجه كل ضعفاتي البشرية. وروفيدف يس غانشوفاتزمير خوسكير أردهايدفلو.
لانه انا مدعو لعبر عن كلماته بكتش اردونم دغاروتيونس ديريم جانكيس وما لازم اسمح لضعفي انه يكون عم بيسود على حياتي وروفيديف يسكيدم ور دغاروتيونر اونيم لانه انا بعرف عندي ضعفات بكتش اردونم ور ام تيروتيونرز ديرينيم جانكيس ما لازم اسمح لعيوبي تسود على حياتي يسكيدم ور دغاروتيونر اونيم ام جانكيس ميتش لانه انا بعرف انه عندي عيوب بحياتي اتس نايف كيدم ولكن بعرف ايضا ور يتيسي مارجيكس جانشنا مانور خوسكوف انه اذا انا عرفت قيمتي بحسب كلامه ام دغاروتيونرس ارتكل بدي تشلان ور يز ديروتش زارايم جيش تسيفوف ضعفاتي ما راح تكون عائق لالي ان لاني اخدم الرب بطريقه صحيحه انور هامارغا كورزاكتسيم ولها سبب بتعاون غير تشاغيم ديروتش باركيفنرا يف خوسكيرا جانكيس ورا وبعلن كلام الرب ووصايا على حياتي غ مارزم يف غرتم ايمانسس بمرن وبهذب ذاتي يغير جنتاني خوسك كون الكلمة الحية يف اردهاي دفي جنتاني خوسك وعبر عن الكلمة الحية وانو ميك داسن شورس يوحنا واحد اربطاعش يف بانا مارت يغاو يف مير ميشيف بناغيتساو يف منك دسانك انور بارك بارك ميادزينين ور هورمن يغاو شنوركوف يف جشماردو تيامب لتسون والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا السيقاب تويتسكو دا هنارا وروتيونة وهيدا بفرجينا الإمكانية ور تأستدزو خوسك جنتاني خوسك وروا من بانستيغزويتساو إنه هالكلمة الحية كلمة الله اللي من خلالها خلقت كل الأشياء. هنا رافوره ور بناجي مارمينين ماتش. في عند الإمكانية إن تسكن بجسد. مارمينة إير ماتش مارمناتسنة عيد خوسك. وإنه هالجسد يكون عم بيجسد هالكلمة. وش كوت صور في عيد خوسك؟ مش يحفظها عن غايب. وش تاس وربس تاس أرني عيد خوسك. ولا يتعلمك درس. وش وربس كاروز كاروز عيد خوسك. ولا يكون عم بيوعظ كوعظة. أسيك تشيت سكودا تينشكان هناراور عيد خوسك مارمين أرني مارمينين ماتش. هل أي بتفرجينا قديش في إمكانية إنه الكلمة الله تكون عم تتجسد بالجسد. وربس واستدزو هفيدنا كان خوسك وربا منين تستخدزبتها. مر مارتكاين دغار بنوتيون عرف مارمين عرف لانه كلمه الله الابديه اللي من خلاله خلقت كل الاشياء اجا وتجسد واخذ على نفسه جسد مثل جسدنا الضعيف باركوف يرفتساف اير باركن غاتيلما تشيرباكسات وظهر بكل مجده وما كان ناقص من مجده ولا نقطه هورمن يغاف شنوركوف يف جشماردوتيام لتون اجا من عند الاب مملوء بالنعمه والحق اي بيدروس مكسان يريك ادفياله كسه ببطرس الاولى 1:23 بيقول التالي وروفيديف استدزو جنتاني يف مشتنچناغان خوسكو ويرستين زناك توك ايبريف زافاغنر ووتش تي ماهغاناتسو زنوخكيما ايل ان ماهين مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. يسوس جنتاني خوسكنه. يسوع هو الكلمة الحية. مرتضات خوسكنه. هو الكلمة الجسدت. يبايت خوسكين همارين هماتساين تون خوسكين بدوغنس. وبحسب هالآية أنت ثمر هالكلمة. ورمن أبستون. فإذا مين أنت؟ تون أن ماهينس. انت ملك للباقي الدايم واتش ذا ماغاناتسوينغ باتكانيس انت منك ملك للي بيفنى غاريفور تشينج كباداهي كو كيزي مارمينوف فيزيكاغانوف ما بيهم شو اللي عم تختبره او شو اللي عم يحصل معك جسديا تون غباتكانيس ان ماهين انت ملك للي ما بيفنى ساغن شاناغي وهيدا بيعني ان غوزيفور تون اللاس استدزو خوسكين هاماتساين مارمناتساتس هو بيريد انك تكون انت تجسيد لكلمته اني قاعد شو زير ورتون
مامايين باباين اراضوف مارمين مغازمس եւ ինչպես էլ լաբրիս هو ما بده اياك انك انت تاخذ جسد جاي من امك وبيك وتعيش الحياه مثل ما يعني مثل ما تجي որովե դեվան լավ գիտե որ այդպես ցուն ենթակա է ստիվային բոլոր հարցակումներուն لانه هو بيعرف كثير منيح انه بهالحاله رح تكون خاضع او معرض لكل الهجمات الشيطانيه جوزرميان ابريس مشاغويتي մեջ եւ ինչ որ մշագույտը ասեքու ինքնությանդ արժեքներու համարադի գաբրիս وما بده اياك تعيش ضمن ثقافة أو حضارة معينة وتعمل اللي بتقول لك إياها الثقافة. أن شو زر وركو جانكيت أورير إنش كان ورال بديلان ينتجا بريس كو أبرز ميشا فايريت. هو ما بده إياك إنك تعيش كل أيام حياتك وعقد ما طالت بكل خضوع لمجتمعك. أنا جا جوزة ورتون إير خوسكين هماتساين مارمين مستناس. هو بيريد إنه يكون جسدك تجسيد لكلمته. كم مشاغويتيت ميتش يغناين مشاغويت بيرس. وتكون انت عم بتجيب الحضارة الثقافة السماوية بثقافتك الارضية. كوشورتشين نروت ورا يغناينين اورتنوتيون نرا رافيلوتيون نرا بيرس. وتكون انت عم تجيب البركات السماوية على الناس اللي حولك. كو خوسكيرت ازدفات شلان مشاغوتاين بانيري. وتكون كلماتك مش تحت تأثير الامور الثقافية. هبا مارمناتساتز خوسك الا كشرت نرد تورس يلاتز بل تكون الكلمة المتجسدة هي اللي عم تطلع من شفافك دير يسوس مارنان علي يد كير وزاتزنر يف تشورسكومي سورفازنر چير خسر الرب يسوع من بعد ما تجسد ما كان يتكلم بالاشياء اللي تعلمها من محيطه انش فور هايري رنجسر كل شيء كان الآب يقول له إياه. فروه ده عن بعض أيوتيان برنوازر. لأنه كان هو متصل فيه بكل كيانه. لا ما تقرأ. اسمعني منيح. ورا بده من بوخ أيوتيان برنواز. لأنه هو كان متمسك فيه بكل كيانه. إيران بوخ أيوتيونا ونر زورتيونا دي قابرلو. كل كيانه كان بيملك القدرة لأنه يعيش. شو قارئت بانيرة ورونق أيهز دقارم. ما كان عنده هالأفكار إنه أنا ضعيف. كم كده رينشين زيادة سانك بانيرة بعدهين. ما بعرف ليش بيصير معي هيك. شي قايت بسفان ما كان في شيء من هذا يته خوسكين برنافيس اذا انت بتتمسك بالكلمه منيح نيك نابز جمارزفيس وبتتمرن من داخلك مارمناتسومي كورزونيوتيان غانسنيس بتنتقل الى عمل التجسيد وريش بام بيدي تشلا بايت يرغناين ديره ما راح يحصل شيء ثاني غير انه السما تكون عم بتسود وروبي دي بادي رازما اختفاتزه لانه حربك بتكون مربوحه اسكاغان كريستونيوتيونه أستاذو خوسكين أردا هايدا فيلنة. المسيحية الحقيقية هي التعبير عن كلمة الله. مارناتسات خوسك مارمينوفت أردا هايدا فيل. هي إنك تكون عم بتعبر من خلال جسدك عن الكلمة المتجسدة. كريستونيوتيونا جرون ما شه. المسيحية منا مجرد دين. شات جرون نيرغان. في كتير أديان. كريستونيوتيونا جرون شه. المسيحية منا دين. هبا أستاذو جامك أرداهيدوغه بل هي تعبير عن مشيئة الله قرنال للكريستونيوتيان ميج قرون كتنوي يمكن تلاقي تدين أو دين بضمن المسيحية وغور موتيوننيل مارتوتس أوكنيل يفايلن مثل عمل الرحمة والصدقة ساقين أغوت كنيل ولكن الصلاة قرون چه من دين تيف شادر يرنس أغوتكين ميج أونين قروناغانا مع أنه كتار هن وعم بيصلوا في عندهم حالات تدين I think in here gagoten gronagan gagoten يعني وقت اللي بيكونوا عم بيصلوا بطريقه تدينيه اولي كان ورون ور gagoten وستاهين يرنس باريرون وستاهاز اكثر ما بيكونوا هن معتمدين او واثقين باللي عم بيصلوا له بيكونوا واثقين بكلمات صلاتهم gronagan egav هيدا شيء عمل تدين قام يرنس اغاتشلون وستاهزن او بيكونوا معتمدين على توسلهم لله تيرنس اغاچلو نور نور سيفيروف اور ما بدي ارنن ايش فور بتكونين انه اذا لقوا الطريقه الجديده المنيحه لتوسل والترجي رح يحصلوا على اللي بدهم اياه اغوتيل جرونشي الصلاة من دين. ليروج هاد هرابيروتيان ماج أنور دواتسنر أردا هايدفيله. بل هي تعبير عن الأمور اللي أنت بتحصل عليها من خلال علاقتك الحية مع الله. شاغوتس إيران هاموزلو أمر. ما تصلي حتى تقنعه. وروبي ديف يتتون إيران هاموزلو في جاكي ماجس أنغاريليا ورتون إيران هاموزلو. لأنه إذا أنت عم بتجرب تقنعه مستحيل إنك توصل. إنك تشاموزلو
Շատ ավելի պատճառներ ունի, քան իրեն համոզելու համար դված մի քանի նախատասությունները. لأنه هو عنده أسباب كثيرة لحتى ما يقتنع باللي عم بتقول له إياه أكثر من الأسباب اللي أنت عم تعطيه إياها للإقناع. Աղոթե այն սկզբունքներուն համաձայն, որ քեզի դրված է Քրիստոսով. بل صلي بحسب المبادئ اللي الرب يسوع عطيك إياها. Եվ ոչ թե գրոնական աղոթք. ومش تكون عم بتصلي صلاة تدينية. يرب أصفاد بادفيرت موسسين ورفقايتيان خوران الشينير. وقت اللي الله أوصى موسى بأنه يبني خيمة الاجتماع. جيشت إنش بس داري رين أسازر هايت بس شينيت. بناها بالضبط مثل ما الرب قال له. كوردين أفار ديلنيت. ومن بعد نهاية العمل. ليروج خوسك لمان قدار وليت. ومن بعد ما حقق أو تمت كلمة الله بالضبط. دير أمبيسيونوف. هنك تشتساو هاي الدغين ورا الرب اجا وحل على هالمكان بعمود بعمود سحاب دير خوسكين هماتساين غادارواتزين غ هانتي بي ايراغان ووتش ديساغان وهيك الله بيجي حتى يلتقي مع التحقيق لكلمته بطريقه حقيقيه صادقه مش بطريقه طقسيه يرب ديروج خوسكين هافاداس تشن تونس Երևակայական ծիսական ծևով մվերջ գտնեատ հավատքդ وقت اللي بتؤمن بالله بطريقه الايمان ما تقبل ان تنتهي كل الامور بطريقه طقسيه ومراسم دينيه يردرك ازيت كخوسي وقت اللي الرب يتكلم معك ծիսական սկզբունքներով չի խոսիր ما بيتكلم معك بحسب المراسم الطقسية. بخصي إيران إيرانيلي كين ماسين. بل بيتكلم معك عن الأمور اللي هو حقيقة ما بده يعملها. يبانور خصك جنتاني ووقتش. وكلمته حية. تونيش بس جنتونيس كمارم ناتسنس كو انتونيلو تيانت ماتش. بس كيف أنت بتجسدها بقبولك؟ مزدار بيروتيونغنة. هيدا اللي بيصنع فرق. هذا بابار يرب أنيكا كذي خصك مدا بدي هانتي بيادور. فبالتالي وقت اللي هو بيعطيك كلمة لح يلاقيك فيها. يرب أستدزو جوابورت كورب ليران استورودين جتاف. وقت اللي شعب الله وقف على تحت جبل حريب. أستواتس غراغيم ميتشن وخش ساينوف خصت سوانونس. الله تكلم معهم بصوت حي من خلال النار. أنور خصيلة يرب وجايعان شر. تكلمه ما كان شيء خيالي. أنا بعدين أيت باجينا بولور كتن وغنر جلسين يفقدسين. كل اللي كانوا موجودين هنيك بالبرية كانوا عم بيشوفوا وعم يسمعوا. وش مك جرونغان يرويت كار ديروش إيرجوورتين أنتي بلون ما كان ما كان في أي ظاهرة تدينية بهاللقاء مع الله. وش مك جرون ونتزاز أيت بسيهان تيبون. وما في أي دين تاني عنده هالنوع من الاختبار. نوينيس كريستون أيتونا جروني فيرازيلو باراكاين. وحتى وقت اللي منحول المسيحية إلى مجرد دين. ديروش جنتانو تيونا جا غورسفي يف أنزكالي قطارنا. حياة الله أو وجود الله الحي بصير مفقود. أستفاد أيت بانيرن يد إير جوغورتين هدفيال خوسك ساف أنا بادي ميج. الله تكلم مع شعبه من بعد هالاختبار من بعد هاللقاء وقال لهم الكلام التالي. تأير نباداق وغايتيان خوراني ميج بناقيل چه. وأنه هدفه ما كان أنه هو يسكن بخيمة الاجتماع. أبا إير نبون نباداق نجوغورتين ميج أبريل. بل هدفه الأساسي هو أنه يحيا يسكن بوسط شعبه. يرميا كسان چورس يوتين غكاغم. لح أقرأ من إرميا 24 الآية 7. أنونس أين بسي سيرت ما بديدام ورزيش جانشنان تيس يم دير. وأعطيهم قلبا ليعرفوني أني أنا الرب. أنونك إم جوغوورتس بديلان ويس أنونس أستفاد بديلام واسن زيرنس بولور سردوغ إنزي بديتارنان. فيكون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها لأنهم يرجعون إلي بكل قلبهم. يوايس إيروغوتيون من قدسنين كور زاراكيلوت يرغو ميجين سكسيال. ونحن منشوف هالشي عم يتحقق بأعمال الرسل 2 من 1 ل 4. سور بوكين سكساف فناغيل أشاغيرت نيرو ميج. بلش الروح القدس يسكن بتلاميزو. يوايت أورفني هفاداتيال نير لتسويتان سور بوكيوف. ومن هيداك النهار بلشوا التلاميذ يمتلوا من روح القدس. إنشو؟ ليش؟
որբեսի անոր հետ հարազատ եւ իսկական հարաբերություն ունենան لحتى يكون عندهم علاقه حيه وصادقه حقيقيه معه ամենօր ապրին եւ արդահայտվին անոր ներգայությունը وكل يوم يعيشوا ويعبروا عن محضره ներգայացնեն զինք եւ ոչ գրոնմ ويكونوا عم بيمثلوا له كشخص ومش يكونوا عم بيمثلوا دين խոսին անոր խոսքերը ու կործադրեն պատվիրածները ամեն օր եւ ամեն վարգյան ويكونوا عم بيتكلموا كلامه ويطبقوا وصاياه بكل يوم وبكل لحظه ինչքան գրնաս հաղթելքու վրա դիրող ջնշումներուն թե ամենակարևոր բանն է որ աշխարհը պետք ունի وانت قديش قادر انك تنتصر تتغلب على الظروف والضغوطات اللي عم بيعطيك اياها العالم يا ورانس باتساروتيان مش زينك نيرغاياتسنس وتكون انت عم بتمثله بكل وقت بدون اي استثناء ورمن مينش كغارتاس فوقت اللي بتكون عم تقرا مينش كاغوتيس وقت اللي بتكون عم بتصلي غاداري همارين اراتشارغاز طبق الشيء اللي عم بيقدم لك اياه كلام الرب هارابيروتشونا هاراتش بيريلوف من خلال العلاقه مش تنتون زين وربس غرون قام غرونا غانسيفوف ومش بس تقبله بطريقه تدينيه يته غرونا غانسيفوف انتونيس اذا قبلته بطريقه تدينيه خوسك ايراغاناتساس دستلو ميچ كيزي اندارپير گباهه رح تكون مهمل لانك تشوف تحقيق هالكلام ميرجانكيرا بك تشي مارتوت سورفيتسنن غاماردازولاتسنن غرون فحياتنا ما لازم تكون عم تعكس دين معين غروناغان موديتسوم دغار غباهي النظره التدينيه بتخلينا نبقى ضعاف ووتش هامارتساك وما بتخلينا نكون جريئين ووتشال خيست ولا صارمين ووتشال انكنافستا ولا واثقين ووتشال زوراور يف سورپوكيو واراچنورتفو ولا اقوياء ومنقدين من الروح القدس دسك هوفانو داستينغ يوتن انش كسه شوفوا شو بيقول بيوحنا 15:7 يتا انزي مياتساتس مناك يف خوسكيرس تسير ميچ منان خنتريتسك استوتسمه انش فور اوزيك يف بيدي داتسيزي إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. نحكي سيدة إنزي مياتات مناك يف خوسكيرس سير ميش منان. فبالبداية بيقول إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم. كان يوكي هاستا ديفورين مياتات كريستوسي. كم واحد بيأكد إنه هو ثابت بالمسيح؟ أي سامارينا ما تسينغ سي بافار أرشي. فبحسب هالكتاب هالآية بيقول إنه هيدا ما بيكفي. مياتات إنزي لازم نكون ثابتين فيه بس خسكرس مناتات اللام سيرمج ولكن كلامه يكون كمان ثابت فينا ورمان دير ديز ديروج مياتات غرونا غانن فاذا الثبات بالرب يسوع هو الناحيه الدينيه خسكر مرمج منال ايراغانن اما ثبات كلامه فينا هو العلاقه الحقيقيه يتين زي مياتات مناك يف خسكرس سيرمج منان إذا ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم شادر باتشارابانوتشونير غودانغسن يس كيتش ما ايسوريرز باغازم في كثير اشخاص بيعطوا اعذار وبيقولوا انه انا بهالايام فتران شوي يس انغا اسينش اينينش بانيرو ميتش انا سقطت بهالاشياء يرنك زيرنك خابن يوادو يرنك يرنس يراون كودان مخ كابريلو وهيك بيخدعوا نفسهم وبيعطوا حق لحالهم انه يكونوا عم بيعيشوا الخطيه انت سيل جوزي سايت بس سيلوف شو قصدك وقت بتقول هالكلام تون خوسك غارتاتاتس لسازادنت كو ميتش تشير جنتاناتسنر هل قصدك تقول انه وقت كنت عم تقرا كلمه الرب ما كنت عم بتجسدها بحياتك ور باغيتسار وعشان هيك افترت ور اذا يتي خوسك ميتش جنتانانار انغاريليير ور باغيس لانه اذا تجسدت الكلمه فيك مستحيل انك انت تفتر يتي بعدين زارنوير بعد بدي بشر فيرتون بدي تشي بشر فير لانه اذا جيت وضربت بالحيط الحيط هو اللي حيتكسر ومش انت سامو سوغ سيز ديروتش مو باريس بينال غانسنيم كاتب المزامير بيقول انه انا بالرب بتخطى حتى الحصون يرميا كسان انين ميتشيديفيالا قدسنك بيرميا 20 الآية 9 بنقرا التالي يسك يتجز ديروتش خوسكير تش خوسين بوسكورنرس بيدي حالين بيقول اذا ما تكلمت بكلام الرب رح يكونوا مثل نار تدوي بعظامي يتي خوسكك ميتشت باهز جيش تسيفوف تون بناو بدي تشخختفيس اذا انت حفظت كلمه الرب بداخلك بطريقه صحيحه ما راح تغرق ابدا ديريسوسي هرمانه بيدروسين يغاف تشوريرون ورايين كاليلو حمار
كان أمر يسوع لبطرس تعال لحتى يكون عم يمشي على وجه المياه. سكو فينيت يغاف شررون وراين كاللو همار. قول للشخص اللي حدك لحتى يمشي على وجه المياه. لا ما ديكره. بيدروسين انغغملون باجينا يسوسي ساتزنرون ماس تشنغازمر. اسمعني كثير منيح، غرق بطرس ما كان ضمن امر يسوع. اني قال اير تيرا هافادو تنين ايغاف. غرقوا اجا من قله ايمانه. ديروتش ايرن اسات خوسكين ميتش انغغملو باجين شغار. امر الرب ما كان فيه ابدا امر للغرق. امين اور سورفي خوسكا. تعلم كلمة الرب يومياً. قرتفي أنجي. تهذب منا. أردوني ورايت أستدزو خوسك خيزرانوف راديشني. هاليلويا. اسمح لها الكلمة إنه تجي بالخيزران عليك. زينفي أنوف. تسلح فيها. أنت تو أمينور بوخا جيرجوي أيت خوسكوف. خلي نفسك كل يوم تكون عم تتحول وتتغير بحسب هالكلمة. أنجيت همارك الشارناجي سيلوف خنترتك أستدزمي إنش فور أوزيك. يف بدي داتسيزي بتكمل الايه من بعدها وبيقول تطلبون ما تريدون فيكون لكم شادر كغارزن اسيغا اوت كغسن نا دير ورمن يسس كسا خنتريلو ايما ميك يرغو يرك ففي كتار بيفكروا انه هيدي يعني دعوه لانه يصلوا ويطلبوا طلباتهم فبيقولوا يلا يا رب بلشت اقدم لك طلبات بدي واحد واثنين وثلاثه اوت كي ماسين شي خسير مش عم بيحكي عن الطلبه هون ونارم بناكير كسا خنتريل ايتيو باباكيل يبهانشيل يرافونكوف الكلمه اللي هون مستخدمه لتطلبون باليوناني ايتيو هي معناتها انك تكون عم ترغب بالشيء بكل شغف ووتش اغاتشيلو فوجوف مش بكلام التوسل يرافونك درواتس بانم باهانشيلو بل انك تكون عم تطلب حق لألك يتكي كسا اسك بدي اللاتزي وبعدين بيكمل وبيقول رح يحصل معكم فوركينوما بارني عفوا بيقول انه يكون لكم اللي هي كلمه جينوما فورغنشاناغي كويوتيون استانال واللي بتعني انك تحصل على وجود معين ديرتشسر يس بدي انم تزي همار الرب ما عم بيقول انه انا بدي اعملكم هالشي جسر يس انم تزي همار ولا بيقول انه انا خليني انا اعملكم ابا كسينش فور مدازيك يا بسك كويوتيون بدي ارني بل عم بيقول انه كل شيء انتم عم بتفكروا فيه وتطلبوه رح هو يجي للوجود يا باسفاز شونشينا ما تساين خوسك تسير ميتشك بناغي وقت اللي كلمه الرب بتثبت فيكم بحسب الكتاب المقدس المورالوف خنتريلك فيرتشانا بتبطل انت تتوسل وتطلب من الرب مورالوف غارتال يا ابريل اندراما باناغانغ تفيكيزي فبتبطل تلاقي الصلاه والقراءه الكتاب المقدس بروحك شحاده او التوسل منطقيه اسفاز شونشك سايت خوسك جنتانيه ورمن انشو تشابريس الكتاب المقدس بيقول انه الكلمه حيه فليش تما تحياها انشو ريش سيفوف ناي سايت خوسكين وليش بدك تنظر لهالكلمة بطريقة تانية؟ هيشنك سيدة إنزي مياتسات منك خسكر سيرميتش منان خلينا نتذكر مثل ما قال إنه وقت اللي بتثبتوا فيي وكلامي بيثبت فيكم بدي هرتشاكيك لح تعلنوا كويوتيان غانشيك لح تكونوا عم تدعوا إلى الوجود سيكو فينيت كويوتيان غانشيس قول للشخص اللي حدك تدعي إلى الوجود إنشوك شاشتما سورفرا ليش عم بركز على هالنقطة تون هستات كيدس اللاليكا انت بتعرف بكل ثقة الشيء اللي لازم يصير غارتساغيس غهرتشاغيس ارنيلو همار وانت بتعلنه لحتى تنالو وتشي اغاتشيلوف غموراس ومش بتكون عم تترجى وتتوسل كيدس كهاسكناس كيزي درواز يرافونك انت فهمان وعارف الحق المعطى لألك انت غرتفاتزي ادور هماتساين ونفسك وزيتك مهذبين بحسبه عشان كان بدي استغذفي عن انش فور ديروتشموف تونغ خوسيس يعني الشيء اللي انت بتتكلمه بالرب رح يجي الى الوجود ايراغان بيدي الله يريفيلي بيدي الله رح يصير ملموس منظور
Երբ խոսքը չճանչնաս, ամեն ինչ դարբեր գլա։ Բայց وقت اللي ما بتكون تعرف كلمته كل شيء بيكون بغير։ Ամեն ինչ գդիրե վրա բացի դիրոջ քաղցր ներկայությունը։ كل شيء ممكن يتملك عليك الا حضور الله الحلو։ Բայց երբ հրճագես։ أما وقت اللي بتعلن։ Հավատք մեջդ կզորանա։ وبيقوى الإيمان بداخلك։ Հավատք կգարուցվի։ إيمانك بينبنى كبارسانا سورپوكي ميچوتساف ويرتفع من خلال الروح القدس جيش انشبس هايرا غوزي غامناك ازي امر بالضبط مثل ما الاب بيريد لك يرب خوسك غينتاناناك وميچت وقت اللي الكلمه بتتجسد او بتحيا فيك بيدين غادس تي خوسيس يف اديغا بيدي غاداروي رح تلاحظ انه انت بس بدك تتكلم وهل قلته رح يتحقق ديسك امبليفايد تاركمانوتنم بيدي غارتام يبرايتسيس 4 12 رح اقرا من ترجمه الموسعه امبليفايد من عبرانيين 4:12 واسنزي استوزو خوسات خوسك جنتاني اي وزوريغ لان كلمه الله حيه وفعاله اي سينكن تارتسنيلوف كورزون اشخادوغ يف ازدو يعني هي اللي بتفعل وبتجعل الامور مؤثره يف امين يكسايري سوره قدروغ ورغ تابانسي ومن وامضى من كل سيف ذي حدين ورغ تابانسي منشف جيانكت باجنوغ كيزا ايسينكن شونشا ووكين وخارقة الى مفرق النفس والروح ايسينكن مارمناورا يف انماغان باجينا يعني الناحيه الجسديه والناحيه الغير فانيه يف هوتواتزنرا وزوزا والمفاصل والمخاخ ايسينك مير بنوتيان امنا خور ماسر غيشنه يعني بتفوت الى اعمى الاماكن بكياننا غكنه خورورتنر نو مداتزومنر وتميز افكار القلب ونياته ايسينك هي ور ديروج خوسك غمتنيكو ميتشت يعني وقت اللي كلمه الرب بتجي وبتدخل الى داخلك غسكسي غنتانوتيان فيرازيلو كورز اشخادانك زوروتيام ببلش عمل الإحياء بكل قوته وروشيلوف كوم أرم نافورت أن ماغان يف هوكيفور إنكنوتيانت هيد وبتميز بين الاسم الجسدي الفاني والاسم الروحي الغير فاني فيه يف أي زوروتيان بورتساروتيون كو خور نيراشخاريت ميتش قديره وهل اختبار القوي الحي بيجي وبيسود على أعماق كيانك أسكي أفلي خورونغ Եվ զորավոր զգացում չկա, որ մարդը գրնա օրմը ցերկ բերել։ ما في اي شعور واختبار اقوى من هالاختبار الانسان ممكن انه يكسبه بحياته։ Սես դիրոջ խոսքը գուզեմ։ قول انا بدي كلمه الرب։ Սես դիրոջ խոսքը գուզեմ։ قول انا بدي كلمه الرب։ դիրոջ խոսքը كلمة الرب. هي شبام مور دير كذي خصا زاسكارات. تذكر موضوع واحد الرب متكلم فيه لألا. ورمت مش بايكاروني سنتونيلو. موضوع أنت دائما بتصارع إنك تقبل كلام الرب فيه. وروبي ذيب أيت خوسكين شقادر فيلو هوكين ورد ديرازة. لأنه في روح عدم تحقيق هالكلام هي اللي عم بتسود عليه. يفهم زورو تيام أيت خوسكير شاقي جان كيت ورا. وهلا أعلن هالكلام بكل قوة على حياتك. أيت شقادر فات سبانيرون ورا. على كل شيء ما تحقق ديروج خوسكين دير يسم هل انا سيد كلمه الرب ديروج خوسكين دير تونس هل انت سيد كلمه الرب ووتش لا يرب تون ديروج خوسك هافاتكوف غارنس وقت اللي انت بتنال بتستقبل كلمه الرب بالايمان جمار نايت خوسك كوميتشت تتجسد هالكلمه فيك ايم بس انش بس ان خوسيتساف بالضبط مثل ما هو تكلم فيها نوي زوروتيام كوشورت نيرت غاردا هيدفين بنفس القوه بتنطلق من شفافك تشكر نار ايت خوسكين دير لالوف اردا هيدفيل ما فيك انت تكون السيد تبع هالكلمه وتعبر عنها ايت خوسكير زوروتيام تشي كورزر يرب تون لاف ما كوت سيرفيس هالكلمه ما رح تقدر انها تشتغل بطريقه فعاله وقوه اذا انت حفظتها عن غايب يا باركاست جوانور امار ونشكر الله على هالشيء. بروي دبايلا بس بولور اشخرين نر مزمع بلي كوتس في تصورين اسفاز شو. والا كل الناس اللي بهالعالم اللي هن عايشين بعيد عن الله رح يحفظوا عن غايب. يا ديرات ميجا تشوزر اسفاز شو جينا ما تساين. بس الله ما بيريد هالشيء. هبا هافات كوي ورغ جنتانانا بل بيريد انه الكلمه تحيا من خلال الايمان فيها هافات كي ميتشوتساف اردا هايدوتشون وانه يكون في تعبير من خلال الايمان هذا بارز جتيلاترم
ولهالسبب انا بوصيك مرتون هافاتكوف انتونيس خوسك انك انت تستقبل الكلمه بايمان.